سواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله، معكم حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض فكرة سهلة وبسيطة، ازاي اللي احنا ننظف السجادة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ازاي اللي احنا نتخلص من اذا كان عليها وبر شعر اي حاجة فنتخلص برضو منها بكل سهولة. بس قبل ما ابدأ الفيديو حبايبي، فضلا وليس امرا، ياريت كده تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على كله علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة اول باول، والمشتركين كده عندي في القناة يشجعوني كده ويدعموني باللايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد بالفكرة اللي انا ايه هقدمها لكم النهاردة. وما تنسوش كده حبايبي تتفاعلوا كده معايا عشان ان شاء الله كده هو تدخلوا معانا السحب المرة الجاية ان شاء الله. يلا بينا نبدأ كده على بركة الله ونشوف مع هنعمل ايه وايه المكونات النهاردة. حاجات يعني حاجة سهلة وبسيطة ايه جدا. هنستخدم مية عشان نبدا ان احنا نعمل شامبو كده للسجاد بطريقه ايه سهله وبسيطه. اهيت نحط كده ده كده في نجلي. هبدا انا احط معايا يعني نص كوبايه. فاكرين ده اللي انا كنت الفيديو كنت عاملاه معاكم امبارح برسيل جل الملابس السوداء، هستخدم منه نص كوبايه كنت منزلاه على قناتي التانية، فحطه كده اهوت ايه على الميه. واجيب برضو ايه شويه خل كده اهوت، احط كده ايه حبه خل، خل هيبقى حلو برضو، خلي السجاده كده معايا مزهزعه وحلوه. يبقى كده ايه كده هو خلص، خلاص خلصت الشامبو. هبدا بقى ايه هنيجي دلوقتي بالنسبه بقى ايه الحاجات اللي انا هستخدمها. اي حته قماشه عندك دي كده انا هستخدمها النهارده عشان انضف بيها. طيب هنستخدم برضو حاجه كمان، هنستخدم غطا حله. اي غطا حله عندك زي كده مثلا او زي ده مثلا، المتوفر عندك هتستخدميه، يعني مش شرط يعني ده يعني انا بديلك بس ايه مثال. لا ماشي، فهنشيلهم بس كده دلوقتي ونيجي بقى ايه دلوقتي على الايه السجاده، عشان انا كان جايلي سؤال لسه قريب والسؤال دوت كان ايه يعني في متابعه كانت قايله لي ازاي انا نشيل الوبر من على السجاد ده. فانا ايه هنعمل مع بعض كده شايفين. هبدأ بأي فرشة شعر عندك وهتبدأي اللي انتي هتقومي عاملة ايه كده على السجادة. اي فرشة شعر قديمة عندك هتبص تلاقي اللي ايه اي حاجة عليها هتتشال بسرعة في ثواني. انا هعمل ايه طبعا هوريكم في جزئية كده اهوت وبعد كده ايه هنكمل. انا اي فرشة شعر كده قديمة عندك هتعملي ايه بنفس الطريقة. اربعة شيل بقى ايه اللي انا طلعتها دي فتل شعر زي ما احنا شايفين اهيت، كل ده هوت كان موجود على السجاد. طيب الخطوة التانية بقى هنعمل ايه؟ هبدأ دلوقتي اللي انا ابل الايه، اجيب كده اهوت عشان ايه دي كده الحته هبدا اللي انا ابلها كده في الشامبو اللي انا عملته معاكم، او اي صابون سائل عندك تقدري ان انت هتحطي ربع كوبايه او نص كوبايه صابون سائل لا او المتوفر عندك يعني، وهتقدري ان انت تحطي شويه خل. انا كده ايه بليت الحته وهبدا اللي انا احط الغطا كده اهوت. طبعا هي طريقه سهله وبسيطه ايه جدا. طبعا انت بقى ايه هتلمي كده اهوت وتمسكيها كده اهوت بنفس الطريقه وهتبداي انت ايه تعملي كده اهوت ايه على السجاده ايه كلها. هتلاقي ان انت ايه بدا هتلاقي ان هي خلصت معاكي في ثواني.
وطبعا اللي شايفين شايفينها هي من هنا عامله ازاي، يعني بتبقى حته واحده اهيت، فالحته ديت هي اللي بتقوم بدور الايه التنظيف. ولو انا عايزه اقابلها تاني برجع برضو اللي انا قابلها، بنفس الطريقة كده. بصوا هتلاحظوا معايا ان المية بدأت اللي هي شوفوا بصوا المية بدأت اللي هي تتغير ازاي، هي طبعا عشان الحتة اللي انا ايه بستخدمها بتشيل طبعا كل الأتربة اللي هي بتبقى على السجادة وبتنضفها لك. بس كده الطريقة كده ايه سهلة وبسيطة هي. اتفضل برضه ان انا ايه اشطفها كده اهوت. شايفين المية بقت عاملة ازاي؟ طريقة سهلة وبسيطة وطريقة يعني سريعة جدا اللي انت تقدري ان انت ايه تعمليها. ولو انت مثلا ما عجبتكيش الفكرة ديت تقدري بالحتة كده اهوت برضو تبدأي ان انت ايه تعملي كيس. بس هي الفكرة بس الغطا بيبقى بياخد مساحة اكبر شوية فبيخلصك برضو ايه على طول. بس كده اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بالفكره، فكره سهله وبسيطه ويعني تقدري ان انت تنضفي كده بيها السجاده بكل سهوله. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي، كان معاكم حراري الوراكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا على المشاهده، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ومنتظره اعرف رايكم كده في التعليقات لان رايكم يهمني جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل سنه وانتم طيبين. مع